الباب الرابع ذكر في المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليه الصلاة والسلام كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا تنيو باب نبي صلى الله عليه وسلم ودى شرك مياد دارس ودى شرك مياد دارش يوم من قدر جبهون نبي صلى الله عليه وسلم زاد تواجه. لقد جاءكم أي والله لقد جاءكم لقد جاءكم سيل الله سبحانه وتعالى والله لقد برغت متواجه على عندما لتنا رسول من أنفسكم أي أنه من البشر رسول من أنفسكم سيل كاسو ملتنيا بنا ودنا أنت برغت والله ودنا أنت تلك ويمتا وملتنيا كنا أنت ونو كاسو نوما وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم بلا قراءة من أنفسكم يميل قراءة كنا أنت يتشعل بلاج كونا سوف مكاكل ملتنيا برغت تمتو لك وتلك والله جوال متو الله جوال فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق وهو نعم. الله سبحانه وتعالى لن يكوال النعمة رحمة كسجع وشمكاكل يملتنيا بندزي عينت باهر يتمونو ملاكونو إلان فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لديه لإبعاد كل شر عنا وبذل كل ما لديه لجلب كل خير إلينا نبي صلى الله عليه وسلم بس هاجوزا نبيان لا تشمبمولو مسواتنا تكافل عرب لن يامي تكمن لن يامي بجن النقر لما امتات عندما يوم دمو نبي صلى الله عليه وسلم يامي تشلو تنبمولو مسواتنا تكافل عرب كن يالا إنيان ميقود النقر كن يال ما يتكمن النقر شريون النقر بمولو كن يالا مارك نبي صلى الله عليه وسلم مكفل ميتشلو تنبسواتنا تبمولو كافل عرب فالمحب حقا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بحق من يودسه لابد أن يتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسير على خطى عليه الصلاة والسلام إذا كنت في الدنيا تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء في الآخرة نسأل الله من فضله أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم زاري الدنيا لي بالنبي صلى الله عليه وسلم من قريب متقواز كونه النبيون متور فلقاتون متكتل كونا يزي من دون نبيهم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم بنبيوج كان النبي صلى الله عليه وسلم حاول يتتعلى الذي نسأل العافية والسلامة يحدث في هذا الدين يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل العافية والسلامة بزيد الله نمو يلل كدينو يالونا عدا نسبيت عبيد عوشن فتر عوشن نمو يمي جمبر سو يمي أسكسر سو عندي أين تسو نبي يوم القيامة كنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يرك الدرجة إذن لابد أن نحذر من هذه الأسباب الثلاثة انقرأوس النزين صوست مكنياتوشن بنام بنا نتنكك قبل قدين يقد ما تنككين ربنا لنا الغلو في الصالحين أن يوم بسواليوش لا يدنبر معنا الغلو في قبور الصالحين ولتن يوم بسواليوش كبر لا يدنبر معنا عبادة الله عند قبور الصالحين. سوستني ودمه الله سبحانه وتعالى صالح وجبك عبد زل الله ما. لا عبادة إلا زيارة الشرعية بشروطها. ما كعبد زل يا شرعي يبون ملكه بشرعي وبس كمته وبس فتمل ملكه ما كعبد المزير كارونا بستجر كعبد زل المسابع يبارين. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا يعاد وتكرر تأتي إليه في كل يوم في كل جمعة في كل شهر في كل عام حتى يا نبي صلى الله عليه وسلم مكابر وسيبر نبي صلى الله عليه وسلم قبرين عيدا على القاتوات يا ذوان بي يجيزيو يوانا ساد لي يتمل على ساتو بي يكنو بي يسامنتو بي وابو ويدمو بي يامنتو يتمل على ساتو يتمل على ساتو ممل على شهر نبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان بنبي الله صلى الله عليه وسلم صلوات ما وردهم لنبي صلوات السلام تما كردهم تجل على النبي يتبتون الله سبحانه وتعالى سمعنا نعم نتذكر هذا الفضل من الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الخلق على هذا الوصف باذل غاية جهده عليه الصلاة والسلام في دفع كل شر وجلب كل خير إلينا نبي صلى الله عليه وسلم بندزي عينت بالتامي عمالي تضبوا لباري لي سنة مقبار هنا
አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን መላኩ የትልቅ ኒዕማ ነው የነን ኒዕማ ሁሌ ለናስታውስ ይገባል። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ የሚጠቅመን ኸይር በሙሉ ለማስገኘት የቻሉትን መስዋዕትነት በሙሉ ከፋይ መሆናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ከኛ የሚጎዳ ለኛ የማይጠቅም መጥፎ ነገር ከኛ ለማራቅ ከኛ ለማስወገድ ይሄን አለ መስዋዕት የሚከፍሉ መልእክተኛ ሁሌ ለናስታውሳቸው ይገባል ይላል። اذا هذا هو القسم الرابع يا راتني يا باطن الى اسباب الكفر حتى نجتنبها يا راتي كفر مكنياتوچ እንተነቀቃቸው ዘንዳ እነዚህ አራት ምክንያቶች نحذر ونحذر እኛ ራሳችን ተጠንቅቀን ረቀናቸው ሰውንም ልናስተነቅቅ ይገባል። من الغلو في الصالحين በሳሊዎች ላይ ድንበር ከማለት لا مدحا ولا قدحا በሳሊዎችን በማወደስም ሆነ ሳሊዎችን በማጥላላት በማንቋሸሽም ድንበር ልናልፋ ይገባል። لا نغلو في قبور الصالحين لا افراط ولا تفريط በሷሊዎች መቃብር ላይ እንደዚህ ድንበር ማለፍ የለብንም አሉ። በኢፍራጥም ሆነ በተፍሪጥ ድንበር ማለፍ የለብንም። زياره شرعيه بشروطها መቃብር በመዘየር በሳት ሸሪዓዊ የሆነ ሸርጥ ዚያራ ነው መዘየር ያለብን መስፈርቱን ያሟላ። القسم الخامس في هذا الكتاب المبارك አምስተኛው ፓርት በዚህ ኪታብ ማነው ኪታቡ ተብይለን ظهر اناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى وقالوا بمؤلفه بنبره بشيخ محمد عبد الوهاب بنبره بالزمن لاي قالوا سوت بقالوا بلالوا قالوا ان الامه الامه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تقع في الشرك يا نبي صلى الله عليه وسلم امه بفشرك لا يمكن نقول يوم لا يتتعجلهم هذا الذي ترى من الطواف حول القبور والذبح لهم والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه ودعاء الأموات والصالحين والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا هذا ليس بشرك يه أمتو رأي الميتا يونغم لأوچن ملمن بأن الناس مسال لأنس قضوا مقرب الناس بالناس متبك درسوا لنا على المتعلق مالك النزين يمساسل سوچ ميال الواجو شرك وجبهم شرك على اللمار يه بسوال بالناس توسل مالك نوم انجي وبعضهم قال الجزيرة العربية لا يمكن يقع فيها الشرك لكثير من الجزيرة العربية العربية شرك نقول لهؤلاء أنتم من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لنا تتبعون المتشابه وتتركون المحكم لا نسمع لكم نزيع نسوكم እናንተ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ነው Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን አሻሚ የሆነውን የቁርአን አንቀጽ እና አሻሚ የሆነ ትርጉማቸው አሻሚ የሆነ ሙትሻቢ የሆነ አንቀጾችን ይከተላሉ። ሙከም የሆነውን ትተው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉሙ ግልጽና ጉልህ የሆነውን ትተው አሻሚ የሆነውን ይከተላሉ ብሎ የነገረን እናንተ ነው ብለላችሁ አደራሉ። እነዚህ አይነት هذا الكلام باطل بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة وسلف الأمة ባቲል የሆነ ነገር ገመ ይላል። ይህ ባቲልነቱ ለዚህ ማስረጃው ከቁርአን ከሐዲስም ደግሞ ከሰሃቦችም ንግግር የአኢማዎችም ንግግር የሰለፎች አይማ የሰለፍ እንዳለ ሰለፎች አቋም በሙሉ ይህን ነው የሚያሳየው ይላል። الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا أهل الردة أين ሰሃቦች أهل الردة ليه يتوافقوا في الجزيرة العربية جزيرة العربية وسنة ولو كان الشرك لاقع في الجزيرة العربية إذن هؤلاء ليسوا بأهل الردة جزيرة العربية الشرك ما يكسد بيون نور أن يسوا أهل الردة على الأم الردة وتدعوا أهل الأم ما لم نور الأئمة الأربعة أردت أئمة وجرة يذكروا أشياء في حكم المرتد يكون بها مرتد ولو كان في الجزيرة وما الفرق بين الجزيرة وخارج الجزيرة هنا شرك وهنا شرك أردت أئمة وجرة አንድ ሰው ሙተል የሚሆንባቸው ከእስልምና የሚወጣባቸውና ተመለሶ ኩፍር ውስጥ የሚገባባቸው የተለያዩ ነጥቦች በጣም ብዙ ነጥቦችን ይጠቅሳሉ። እነዚህ ነጥቦች በሙሉ አራት እነዚህ አይማዎች የጠቀሷቸው እዛ ጀዚረ ለዓረቢያ ውስጥ ሆነ ከጀዚረ ለዓረቢያ ውጭ ቢሆን ያም ነው ምንም ልዩነት የለውም። እዛም ሽርክ ነው እዚህም ሽርክ ነው። እዛም ናቅድ ሚናቅድ ልስላም ነው እዚህም ጋና ዋቅድ ልስላም ነው። ስለዚህ ሰውየው ሙተል የሚሆንበትን ነጥብ እነዚህ አይማ شرك يمكسد سو متل يميون مون يتقو من علينا لكن هذا حال أهل الباطل نقل قد يه يباطل لسو جاهو على جونه لما لا الشرك متل نسو
ومحاربة التوحيد توحيد المواقات توحيد ما تفاطنا بيفرقون والإشكال كل الإشكال في من يسمع لهم ويروج لهم عبر الرسول تلقوا إشكال بيفرقون كاشكال وطول كبار تلقوا إشكال لأن السنين تنباتل ترويج ميارك الله جوسو يعني ميان نافس الله جونه بتلايو يما يما استلال في أزلي وجهه كيف نسمع الشبهات عندي شبهه نسمع لنا كيف ننشر الشبهات عندي شبهه نشر لنا قال كيف نسمع لاهل الباطل يا اهل الباطل نسمع لك نسمع جايكم بديت نسمع جوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم لا تسمعوا لا تنشروا لهم النبي صلى الله عليه وسلم متشابهون سيئون ما አንቀጾችን የሚከተሉ ሰዎችን በመተከበመተመለከቱ በሳል ተጠንቀቋቸው ያሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘነቀቁ እኛ እንደነ ለነዚህ ሰዎች ምን ሰማቸው እንዲህ አይነት ሹፋ ሚነዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ሹፋ ሚነዙ ሰዎች የነሱ ሹፋ እንዴት ነሽር እናደርጋለን እንዴት እናሰራጭላቸዋለን እንዴት ደግሞ እንሰማቸዋለን መስማትም አይገባም ነሽር ማለትም አይገባም بعض الناس يرسل اليك مقطع فيه سب ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ان النسوج يا نبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يونهچون عائشه ام المؤمنين يا مؤمنوچ الناس يونهچون الله سبحانه وتعالى نسونتوان ينجر يا يرغاغتلاتن عائشه اسوان يميسلب اسوان يميزل يسوان كبر مينكا مقاطع فيديوچن انذي ينك يلكلالا ويقول لك اسمع ما قال اهل الباطل في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انذي اهل الباطل وتيباطل نسوج عائشة أم المؤمنين عائشة بنت ملكة من الذي يسمع يعني لك الله بالله لو كانت هذه أم لك يعني من النسب تنشر هذا المقطع تستمع إليه إنه بعض الله يقول له إلا يد النشر من تعلق سم يجني يتبالج يعني شو الناتة بتونه ويون لك الناتة بذبه بذلك أنه بتقنع يعني الناتة بتونه ويون يتبالج تسامعه نبروي يعني ميبارون الله كيف تنشر انديت نشر تعرفوا الله يعني كيف تنشر كلام لانسان ضال مضل يتكلم في ام كل مؤمن انديت عند تمو يتم عطماني هو نسو يندزي عينت لي تمام ما سو نغغر يا نبي يا مؤمنوچ كله انات بهونهچو عائشه يسوان بتيسوان كبر مينك على نغغر ايتناغر انديت ينسى ما بين نشر تعرفوا يقول انا انشر للتحذير اني من النشر اللي ارغب سو اني نشر ما ارغب لتهذير نو لما استنقق نو الى طب لو اسب امك انا اني ناتن بسلب الى تنشر للتحذير لا لما استنقق بلا يعني سلب تمتن الله يتاسراج الله او تحذف وينس يعني سلب تتلو على تعزف تعرفوا كم من مقاطع لاهل الباطل نشرناها نحن الا من رحم الله ስንት እና ስንት መቃጢ ቪዲዮዎች አሉ እነዚህ ሰው ቪዲዮዎች እነሱን እኛ ነሽር እናረጋቸው እናሰባቻቸው የነዚህ የቪዲዮ ሰዎች ቪዲዮዎች ነሽር እናረጋለን እኛ አላህ ያዘነለሶ ሲከራሉ ካሉት ولو تنظر في المشاهدات المتابعين لأهل الباطل بالملايين እነዚህ የባጢል ሰዎች እነሱን የሚመለከታቸው የሚያቸው የሚከታተላቸው ሰው በተመለከተ በጣም በቪዲዮዎች የሚቆጣጣከራና ያላቸው የሚመለከታቸው ሰው واصبح الناس لا يسمع الا لهؤلاء سو ان الذين جاءوا يدمتموا الناس لا تعذير ولا تنشوم تلقوا ما انه تعذير انت نادرك يا رب مجمل اندزي تعذير يمياغوا لموت قالوا الناس نشر يعلموا نشر يعلم يالو سو ان تعذير يمياغوا سو على السبب اننا في هذا الا من رحم الله ما اطعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم امكانيات أني الله سبحانه وتعالى يعزنا لسوك على المستقر النبي صلى الله عليه وسلم على تعززنا لا كان الواحد من السلف عالم عالم من علماء السلف كان إذا مر بأهل الباطل ماذا يصنع كأولموت كأولماء السلف مهاكم عند عالم بيتشامان عند عالم النزي يباطل سويت قابل مئة الفبسات من نبر النسراء عالم إذا مر برجل من أهل الباطل يضع اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع من هذا شيئا عالم كعلماء علماء السلف معاكم عالم اجبال نزي عينت تمسوج قال شو هاي تلاقي نغروچ اللي يناغرو
ተላይሹ ባውችን የሚረጩ ሰዎች ጋር ሲያል ሀታ በሚያልፈበት ሰዓት እንዳይሰማ ንግግሩ ሳይፈልግ እንኳን ጆሮ ስለማይገባ ጣቱ ጆሮ ውስጥ አድርጎ ነበር የሚያልፈው وكان هذا المبطل يقول لهذا العالم يقول اسمع مني كلمه واحده يي بدا سو يي مبطل باطل የሚያሰራጭ ሰው አንዲት ቃል ብቻ ስማኝ ይያለ ይማጸረው ነው يقول له ولا نصف كلمه يي ለሞች ግን አይመውቻችን ግማሽ ቃል እንኳን አልሰማም ይሏቸው ነው وكان الاخر اذا قالوا له اسمع منا يقول امسك الشمس اذا استطعت ان تمسك الشمس هذا الوقت اسمع منك ከነከው ለሞች ከሰለፎች አይማዎች መካከል አንዱ ምን ይነበር አንድ ቃል ስማኝ ተብሎ ሲባል እንግዲያው ስለሰማ ተፈልክ ፀሐይን ያዝና ቁማት ይላል ፀሐይን ማስቆም ከቻል የጊዜ አንተ ወቅት ነውና ሰማሃለሁ አለያ ግን ማስመስማት አልችልም አልሰማም ይላል هل بعد هذا نسمع لهؤلاء تدايولو አይማዎቻችን በዚህ መልኩ የዚህን ያህል የሙብተዲዎችን ነገር የማይሰሙ የነሱን ባጢል የማይሰሙ ለዚያ ቦታ የማይሰጡ ከሆነ ከዚህ ሁሉ በኋላ ለነዚህ ለሙብተዲዎች ሹሃ ለሚነቁ هل نتعلم الشريعه من الكفار شريعه من المنمار ከካፊሮች ነው ወይ ነው من اهل الباطل ከባጢል ሰዎች ነው ወይ ነው المنمار ونترك ائمه الاسلام ائمه الاسلام ወደ ጎን ትተን ዲናችንን የምንማረው ከባጢል ሰዎች ነው لابد ان نحذر من هذه الاجهزه እነዚህ ምን ተጠቀምባቸው ጂሃዞቻችንን እነዚህ ሶሻል ባውተን ምን ተጠቀምባቸው ጂሃዞቻችንን ለነተነቀቅ ይጋባል ይላል ارسال الرسائل ميسج ملاكن بعد هذا جاء المؤلف بالقسم السادس ከዚህ በኋላ ስድስተኛው ፓርት ስድስተኛው ፓርት ላይ ገቡ المؤلف اعمال الشياطين الاعمال الشيطانيه እነዚህ ሸይጣናዊ የሆኑ ተግባሮች منها السحر كان الشيطان يكون تغبالوت مكاكل دغمتال ما علاقه السحر بالتوحيد سحر كدغمت كتوحيد يالو غنمنت مننو اكبر بوابه لدعوه الناس للشرك بالله هو السحر كتلكو ود سوتين ود شرك يمطال يا باب سحر نو دغمت نو يالو الساحر يعبد الشيطان ساحر دغمت بيسراو دغامي شيطانا يعملكانه والساحر يريد يعبد الناس عند الشيطان حتى يرتفع عند الشيطان يدغامي ساحر سوت شيطانا يعملكو يادرغاچوال سوتين شيطانا يعملكو اند يعملكو لاسو تنجيون يادرغال اسو بشيطان زن تلقوتال ياغي السحر في القديم كان الوصول الى الساحر اصعب ما يكون لا تجد ساحر بدرو ساعات بدرو زمن ሳይሮችን ደጋሚዎችን ማግኘት በጣም ከባድ ነበር አስቸጋሪ ነው ደጋሚን አታገኝበት አይን ተጅት ሳህር የታገኘዋለ ደጋሚ صعب جدا በጣም አስቸጋሪ ከባድ ነበር الان الوصول الى الساحر بضغط واحد ባሳል ሳይሮችን ጋር ለመገናኘት አንዲት እንትን ብቻ መንካት ነው አሰል من شرب الماء ውሃ ከመጠጣት የበለጠ የቀረበ ነው عن طريق المواقع ለኢንተርኔት ላይ ሞቄዎች አላችሁ ፔጆች አላችሁ አራሳኤል እንዲያም በሚሴጅ መገመት مواقع الانترنت انترنت ላይ መገመት ማግኘት ይችላል قنوات للسحرة قنوات እንደዚሁም ቻናሎች አላችሁ ለጋኞች جرائد مجلات عندنا فيها ابراج سحر وكهانة እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሔቶችና ጋዜጦች አሉ የድግምት ፔጅ ያላችሁ قراءة الكف እንደዚሁም መዳፍ ማንበብ አለ መዳፍ ቢቀር ቅራአት الفنجان فنجان القهوة እንደዚሁም የቡና ሲኒ እየገለበጡ እንደዚሁም ይጠነቁሩ ደጋኞች አሉ حتى اصبح السحر عندنا من المسلمات شيء لا نكير عليه يدغمት በእኛ ዘንድ እየተለመደ ከመምጣት የተነሳ በቃ ሰው ሁሉ የሚቀበለው ሙስሊም የሆነ ነገር ሆኖ አለ ሳንም ሰው የማይቃወሙ የማያወዙ ተግባር ነው حتى الاولاد الصغار الان في افلام كرتون يقول الساحر والساحره امر طبيعي ياتي لوالده يقول اليوم في فيلم كرتون كان في ساحره وساحر امر طبيعي لا نكير حتى بتام سير يتلمد ما يوقز ما ما يقاومه نجر كمونه يتنسى حتى الذي لهصانات يميزجاجو يكاتون فيلموچ لاي
ለጆች እየተመለከቱ ዛሬ በካርቱን ፊልም ላይ ድግምት ዳይ ደጋሚ ነበረች እንደዚህ ያደረገ እስከ ማለት ደረጃ كثير من الناس اليوم يقول العاب سحريه ولا ينكر احد ብዙ ሰዎች ድግምታዊ ጨዋታዎች ይያሉ ይናገራሉ ማንም ሰው ይካለም ያደርጋል تنويم مغناطيسي تنويم مغناطيسي ايوه تنويم مغناطيسي ማለት በማግኔት እንትን المهم كذب كأس العالم كرة نعم هناك أخطبوط كان يعلم الغيب ما يتكلم أحد أخطبوط يعرف الفريق الذي يفوز في كأس العالم أخطبوط تعرف أخطبوط اللي في البحر هذا ايوه نعم اصلا من عمل قال بالفو يعلم وانشا انتن ياكل تبلو سي وراي نبرو كان يعرف من يفوز من يعلم وانشا انتن يشنف ياكل يتبال يتورى نبر ايه دغمت نو يم ايه دغمت انت نو لا تمشي في الشارع وتقرا المفتاح السحري الفانوس السحري لا احد ينكر بان لا يهك تملكت الله قلف سير دغمت عين قلف يميلال يدغمت قلف እንደዚሁም ደግሞ የደግምት መብራት እየተባለ ተጽፎ ይሸል ይነገ ተጽፎ ተቀምጧል ታያለ ታነባለ ማንም የሚቃወም የለም የታለ ነገር ሆኗል حتى بعضهم يقول سحر موسى عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله حتى አንዳንዶቹ ጭራሽ ድንበር ያለፉት ምን ይላሉ የሙሳ ድግምት ይላሉ وبعض التجار يقول عصا موسى السحريه اعوذ بالله يموسى بتر يا ድግምተኛ ሆኖ يموسى بتر ይላሉ وخاتم سليمان السحري حتى ألصق السحر بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا سليمان عليه السلام يدقمت كلبت إلى اللو حتى دقمت دمبر كما على فالفو يعني دقمت ما أصبت عنه دقمت ودنبيات وجاستر الذي يرسل رسالة للساحر أو لهذه المواقع أو يفتح المجلة التي فيها أبراج فقط لا تقبل له صلاه 40 يوم ين دغمتن ميشي دغمتن بيتلالفباچو موقيوچن يميغبو سوتش انداسيوم دمو ينسون چانالوچ يميكفتو غازيتاچاچون يميانمو يميكفتو مزيلوچاچون يميكفتو مجرد بمكفت بمايتو بچا صلاه 40 كان صلاه تقبايت يدلو اذا تاتي الساحر تجالسه اذا دغامو زنده يدا يتكمتكن دهونه او تفتح القناه التلفزيونيه وي دمو يسون شانل تابعي كفتك او تدخل على موقع من المواقع وي دمو انترنت لا يايس موقع يغبالون او ترسل رساله وي ملت ميسج لاكلتنون لان الان هذا يريد يتزوج لمثالي عنده ليغبا يفلل قال اذا تريد ان تعرف حياتك سعيده او لا ترسل لنا رساله فيها اسمك واسم الزوجه ين قلت اغبا يفلكوا غابيتا ህይወት የሰመረ ይሆናል አይሆንም የሚለው ማወቅ ከፈለግ ስምንና የእሷን ሚስት የሚስትን ስም ላክልን ይላል አው اختبار الشخصيه يعني تريد تعرف شخصيتك هل انت عصبي رومانسي او ماذا ارسل لنا رساله فيها اسمك مجرد ترسل الرساله لا تقبل لك صلاه 40 يوم لمثالي اذا يراس ماننت ماوك متفلك هنا انت من عين السو انك ماوك متفلك هنا ملت لاكلن يلالو ميسج لاكلن يلالو يعني انت مجرد ميسج لاكلن هنا صلاه 40 كن تقبايت يلوم تستقبل الرساله تصدق كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني ين ملت دمولك ملسون يتقبلكن اونت نو بلا يامنكن هنا بنبي الله صلى الله عليه وسلم بوضع القران بنبي ملت بنبي استمر كدال كفران كاسلمنا وتار قد تفتح المجلة اليوم وتقرأ في الأبراج لمثالي يزالي قازتا تقزارنا تانبال بزيا قازتا لي يكواكب تعم دينو لان يعني انت كفتنا تملكة الله وقال البعض أنا لا أصد أنا أتسلى فقط أتسلى بالشرك أنا نسو أني علام نبتن عليك كبالم كان زبيا نيو لما دمر يعلنو ما نبو إلا قد لا يصدق اليوم زاري ونتنبولو لعمل لا يكبال إشلا قد يحصل له شيء من هذا الذي قرأ في المجلة بعد يومين نقل قد هي قازت أولا يا نببو نقل كولد كان كسوس كان بوالا لكسة يقول هذا الذي قرأت حصل يعني يبني كسة بسات
كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تلعب بالشرك، تلعب بالكهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تأتوهم. النبي صلى الله عليه وسلم تنقواه دقامي وزنن داتينه بلوها النبي صلى الله عليه وسلم كالكلوة. وصنعوا أشياء كثيرة حتى لا تعرف الساحر اليوم. بتعبزون قبل جلسات طوالي دقامي لقيت أسكالن داتاكو مان. الساحر في القديم يعني تجده في مكان مظلم، لا الآن في القنوات التلفزيونية يخرج. قلوا بدلوا سات دقامي كلما بونا بوتالي تدبق وقاردو اندازي اينا بوتانا برمتاقينيو زاريقن بتكارانيو بچانالو شلعي وتوال. لابد أن نحذر، لن نتنكك قديتا، لن نتنكك نحذر، لن نتنكك للناس تنكك يقبل. هذه المواقع أرادت منا نسرع في السلام الوقوع في الشرك. نزي كنواتوش نزي موكي وشمانو نزي سوي نزي الباتي لم يصفافو أن يشرك لا ينور كنا ميفعل له. هذا التقال رقم غريب جدا. لأنه سووا مثالي يوانا ما يتوقع تضرب دو 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 لي مثال هذا. فلان أكلنا ويبال. قال نعم. آوني لا. قال نحن إخوة لك. أن يعود لموجهنا نبيتا. نحبك في الله والله. لا الله بلا نودال لنا والله. وأنت عندك مشاكل. أنت اللي أنا تشكر على بيلي. هل يوجد إنسان على وجه الأرض لا يوجد عنده مشاكل؟ بس دنيا لا عنده مشاكل إلا بس ينور على الوقت. ونعرف تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد، لا يوجد متزوج إلا وتخاصم مع زوجته يوم العيد أصلا، أمر طبيعي هذا. نعم كمستقام شكت عندنا تكاتك يهيدك أنك على نبيتار دنيا لا ينور سوي يهيدك كمستقام ما تكاتك إلا يوجد من يحسدك من مكان يسوال يوجد من كذا، هذا يصدق كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. إني مكاني سؤال الله إني أنا سؤال لمن أمسيره سوي ولا تيم سلوا لمن مسكين يا أمنا لو نسمع بله كبرا بالله سبحانه وتعالى كفر ما كيف نعرف الساحر؟ إني في نود دام اللي يتم ما من شلوه لا قرآن ولا سنة قرآن ما ليس ما أسمع لقرب ولا يدعو بأسماء الله الحسنى المعروفة النذي دقام يوج بالله سبحانه وتعالى سموه كم ما يلمنه برزا بزم دعاء ينادي الشياطين بأسماء الشياطين እንደዚህ ደጋሚዎች ቁርአንን ማዲስን ማይከተሉ ማይቀበሉ እንደዚሁም በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስሞችን ማይለምኑ ሻያጢኖችን ነው የሚለምኑት ሚማ የተከለም በከላም غير مفهوم مثلا اما ያታወቀ የሆነ ግርጽ ያልሆነ ቋንቋ የኪዮፍ ቋንቋ ነው የሚባል እንዲህ አይነት ቃል ነው የሚናገረው ይላል يجعلك تتعلق به لا تتعلق بالله انت بسو قال بسو ላይ እንድትጠለጠል ነው የሚያረገ በአላህ እንድትጠለጠል ካላህ ጋር አያይዝም يقول لي هذا مرضك خطير سحرك خطير من أخطر أنواع السحر السفلي يا أنت تقلت بتعمل دقيقة يسير عينة من أنواع السحر السفلي من باله بتعمل دقيقة وأنا يسير عينة نيلون وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات سبحان الله أني كسوس ساعات وأنا أني بس أنت زين تضيق عين اللهم يلون يسأل عن اسم الأم يدعي علم الغيب يدعي معرفة ما في الضمير يقول نعم تحب فلانة وتتعلق بها يعني أنت مستمتع سبب النجار قال له ليه موجود عليك يعني تود أن بس هذا بتعمل بس هذا تنبت على تتطلع يدعي معرفة الأشياء المفقودة الضالة يتفع نجار يتدل لك على ولي موجود ينظر في النجوم كواكب الملكة ويعتقد أن لها علاقة بالحادثة الأرضية يقول ظهر هذا النجم يموت فلان የነዚህ ኳክብቶች በሚወጡበት ሰዓት እነዚህ በመድር ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚል አቋም አለው ከሌ ኮከብ ሲወጣ እከሌ ይሞታል ብሎ ይናገር العقد مع النفس العقد يعقد العقد ومن شر النفاثات في العقد እነዚህ ደግሞ ቋጠሮችን ቋጠሮ ይቋጥራል እነዚያ ቋጠሮች ላይ ይተፈተፍ ይላል ይተፋበታል يسأل عن اسم الأم የእናት ስም ይጠይቃል يأمر بمخالفة الشرع شريان اللي خالفوا نجروتني هذا يقول لهذا تأكل لا تسمي بسم الله سات البلاير لماذا قال أنت مريض أنت مشتني يعني لا بد تذبح ديك ولا تسمي ديك أسود تقول دور وظيري لو بسم الله سات وقد يطلب مال وقد لا يطلب مال قال زمي تيك مشلا لا تيك مشلا لأنه ممكن يطلب منه أشياء يعجز عنها مكرياته ما عندنا يسوع ما يشلوا النجدة تيجي وشلا يقول هذا سحرك خطير سيري بالطمع دقيقة نحتاج حتى نفك السحر إلى ماذا؟
ينتير لمفتات منو ما يسفل لقليلا إلى قرد يتيم قرد يتيم هنا يتيم زنجرو زنجرو يتيم هنا زنجرو يسفل لقليلا يقول كيف أجيب قرد ويتيم لا أستطيع اللي تعرقينه يتيم هنا زنجرو ما أمتعت المشروع على كل ميلان يقول فعر أعمى عند زاو قد يهنن كالتالك أول هنا آيت عن طيران هذا يقول كيف أجيب فعر وأعمى ما أستطيع إيه بس يوم اللي تعرقين هنا على كل ميلان أول يوم آيت يوم بزالة أول يقول عندي من يأتي به من أدغال أفريقيا لكن يأخذ 50,000 ده يزيني كأفريقيا بتاع مرق وهنا بتاع ميامة تالي سوالة أفريقيا كزيا ميامة تالي سوالة نجد جن بتاع مزوب ذي فلقان عام ساشير يا رانتين يتكلم بكلام جميل تروه هنا نجد جر عسما سلو بتاع نجد جريا ما هذا نجد جريا يلبس عليك بتاع يا مسا سلو بال يقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد إلى يقول تعال نصلي يا ولدي تعال لجونا نتعال نسجد إلى وعندي ماء مبارك نتوضأ به يا ليزن اللي تبارك وهال ودون نار قبة إلى بول شنتنا يا ثم يقول له تعال نصلي نان نسجد إلى بزا بشت ودو أصلي ركوت نسو نسجد إلى فهذا يقول هنا القبلة كيف سويه وقبلة ودزين إلى قل مسكين أنت مريض ما تشوف شيء هذا القبلة إبليس أسو ينن قبلة ونسو مياكم قبلة يتونا قبلة ودزين أنت مسكين بشتني أنا أنت أتاكم إلينا ود شيطان قبلة يزو والله أخواننا خطر عظيم إيه بتاعم كبالون هذا أدخلوا السحر في بيوتنا دون أن نشعر سيرن إنيا سانناكو سانناكو بيتاتنا اللي قرأ حتى الأولاد الصغار تعلموا التعويذات يسموها عند الصغار في هذه الألعاب في فيلم كرتون النزيح يا سير سوج ينن سير إنيا قوى بماناكو ملكو بكارتون بكارتون فيلم وجبا نسوا مكاينت لجو تشاتن زن اللي قرأ اللي لما إذا خاف من أبيه إيش يقول يعلموه يحفظوه تعويذات يقولها تعويذات يعني يستعيذ بإبليس ين سألاتن بكاتون في المامة كينت أباتون بمفرع بسات بإبليس اللي تعويذ اللي ميالك بإبليس اللي تنمي تاقز كاباتون يعني نيستمر تعالى وبعد هذا يقول التوحيد عرفناه كذب والا عند الزيادة تقول توحيدن توحيدن كات أفو بوالا توحيدن أو كنوالي ولماذا ندرس التوحيد؟ لم نتوحيد من المارويلا ليس عندنا شرك شرك إلا ميلان ولماذا تتكلم في الشرك؟ لم نوصل شرك متعوب شرك شرك متلوتيلا في ماذا نتكلم؟ إيش سلام منهم النار إذا لا نتكلم في التوحيد ونحذر من الشرك والله لا خير فينا سلا توحيد قال تناقض كشرك قال استنككن والله من ما ينت خير إلا نميلان أقسم إبليس بعزة الله إبليس بالله سبحانه وتعالى هيال أن تملوا على ماذا؟ بمن نيمالو؟ على إضلال الأمة أمة ندل لا ماتمن الله سبحانه وتعالى بهيال أن تيونبين بلو إبليس ما مالو الله نقلونا سد عليك كل الطرق هلو نمن قد بمولو ودى الله من تصبت من قد ندل زكتوبا من بين أيديهم كافل في تاجوا ومن خلفهم كبستوالا وعن أيمانهم بس وعن شمالهم بس تكنياتهم يبقى طريق واحد لا يستطيع يغلق عليك إبليس إبليس اللي جنا اللي زقاب ما يكن عنده من قبل كاني التجاء إلى الله ودا الله سبحانه وتعالى مكتاج توحيد الله يا الله سبحانه وتعالى توحيد بتشاني محاربة الشرك شرك المواقات بتشاني بالدعاء بدعاء نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه شرك بمما يا شرك لا يدان ودك نبتعد عن المشركين كمشرك وتبمرك إذا لم تبدأ المشرك بالدعوة بدأ هو بالدعوة للشرك شو مشرك بدعوة أنت كالجمل كونا دعوة كالا ركلت أسو دعوة يا رجل الله رجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى لني من أنت بتوحيد الله سبحانه وتعالى ختام جد بتوحيد الله رجل الله لمن أعلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم